من يتعامل مع كيان شرد شعبا كاملا لمدة أكثر من قرن لا يتعامل معه خائن ويجب أن يحاكم بتهمة الخيانة العظمى. اليوم الهدف من هذا الاجتماع ألا نقف عند الدعم في مستوى البيانات، فسنبقى على موقفنا الثابت من أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية لشعبنا. واستسمحته في أن أنقل ما صرح به أن مقترح القانون هذا سوف يضر بالمصالح الخارجية لتونس. الغارة بالغارة والقصف بالقصف.